أهلا بكم. قتل أكثر من 40 مجندا وأصيب العشرات في عملية إرهابية جديدة استهدفت تجمعا للجنود أمام معسكر الصولبان في العاصمة المؤقتة عدن. عقب الحادثة وفي بيان لم يتم التأكد من صحته، أعلن ما يسمى تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجير، فيما كان الرئيس هادي يستدعي قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في عدن ولم تتضح نتائج الاجتماع حتى اللحظة. لم تجف دماء قتل العملية الإرهابية السابقة التي حدثت قبل أيام، ولم تتضح بعد نتائج تحقيقات اللجنة التي شكلتها الحكومة للتحقيق في الحادثة، وها هي عملية أخرى في نفس المكان وبذات الطريقة وذات الهدف. قرابة 4 عمليات إرهابية استهدفت معسكر الصولبان في عدن خلال هذا العام، ذهب ضحيتها العشرات من العسكريين الذين يتجمعون تارة لتسجيل أسمائهم وتارة لاستلام رواتبهم، وفي كل مرة يكون الموت أقرب إليهم من أي شيء آخر. هذه العملية أثارت الحديث مجدداً عن أداء الحكومة وأجهزتها الأمنية في العاصمة المؤقتة، إذ تأتي العملية الإرهابية بعد أيام من عملية مشابهة في نفس المكان، وهو ما يشير إلى ضعف في أداء هذه الأجهزة وقصور في عملياتها الاستخباراتية بحسب خبراء أمنيين. كما تثير العملية العديد من التساؤلات عن الهدف الحقيقي لما يسمى داعش مع استمرار عملياته ضد الحكومة الشرعية التي تتجه في كل مرة نحو استعادة العمل من الداخل وتطبيع الحياة في المناطق المحررة، وهو ما يراه البعض تأكيدا على ارتباط هذه الجماعات بسلطة الانقلابيين في صنعاء. نبدأ النقاش مشاهدينا لكن بعد هذا التقرير. أكثر من مجرد اختراق أمني كما تحاول الأجهزة الأمنية في عدن تصويره كل مرة، بينما يبدو الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة غير مستقر. في أقل من 7 أيام ضرب انفجار محيط معسكر الصولبان وأوقع عشرات القتلى والجرحى. في سياق العملية تؤكد المعلومات أنه عند الساعة 7:30 صباحا أفاقت العاصمة المؤقتة عدن على الخبر المروع، بعد أن أقدم انتحاري على تفجير نفسه وسط مجاميع من المجندين كانوا في انتظار مستحقاتهم المالية. يريد القاتل أن لا تتوقف رسائله إلى عدن، ومنها لطالما أشارت الأصابع بعد كل جريمة صوب الرئيس السابق وأذرعه في الجنوب. يد الإرهاب التي عمل صالح على صناعتها وتحريكها تضرب بلا رحمة، فهؤلاء الجنود الذين ظلوا لعدة أشهر في انتظار المرتبات لم يسعفهم الوقت في الحصول عليها لينضموا إلى قائمة طويلة من الضحايا توزعتهم مستشفيات الجمهورية وأطباء بلا حدود والجراح الطبي في المنصورة. في عدن لا تكتفي السلطات الشرعية بالتقاط أنفاسها في معركة استعادة الدولة وبالذات في الجانب الأمني الذي يؤرق السكان، بل تدفع في هذا السباق بالمئات من أفرادها ثمنا لذلك، لكنه وبحسب مراقب ناتج ليس عن معركة مع عدو متخفي، على القدر الذي يبدو قصورا في التخطيط وإخفاقا في تجنب مثل هذه الحوادث. فالعملية الجديدة لا تختلف عن تلك التي وقعت قبل أسبوع وبنفس الطريقة، واختارت نفس المربع ونفس الهدف ورقم الضحايا الذين فاضت أرواحهم بالدم والجراح. وبينما كانت السلطات المحلية بالأمس تستعرض إنجازات عام من تولي المحافظ موقع المسؤول الأول في عاصمة الشرعية، وهي خطوة جاء الرد عليها سريعا اليوم، خصوصا وأن الجانب الأمني هو من تصدر إنجازات السلطة المحلية خلال عام على الرغم من الأحداث التي وقعت وراح ضحاياها المئات. وكل مناطق الجنوب مؤسسة. إذن مشاهدينا، لبدء النقاش سينضم إلينا الآن من عدن نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع. سيادة اللواء مرحبا بك. إذا ما تحدثنا في البداية عن تفاصيل العملية الإرهابية التي استهدفت معسكر الصولبان اليوم، ما هي المعلومات المتوفرة لديكم حتى الآن؟ أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم. طبعا المعلومات المتوفرة لدينا أنه هناك شخص انتحاري يعني استغل فرصة تجمع يعني لمن أتوا من أجل استلام مرتباتهم، طبعا بعيد عن الحاجز الأمني. نعم. الذي يؤدي إلى المدخل الخاص بالمكتب الذي يتصرف فيه المرتبات. نعم. وقام بتفجير نفسه داخل هذا الشباب، أدى هذا إلى استشهاد 43 يعني شاب،
وإصابة يعني 27 شاب آخر. نعم سيادة اللواء، يعني عمليتين إرهابيتين في ظرف أيام وفي ذات المكان، ألا يشير هذا إلى خلل أمني كبير في أدائكم؟ أقول لك طبعا نحن يعني بضوء يعني خطة يعني وزارة المالية بدفع المرتبات، أصدر يعني نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية يعني أوامر إلى يعني القوى الأمنية برفع درجة الاستعداد والتواجد في المقرات ووضع الخطط الاستثنائية وبالذات المناطق اللي بيتم فيها صرف المرتبات، وأيضا أصدر توصيات للقادة الذين يتم صرف المرتبات لديهم بأن يعملوا الخطط اللازمة لحماية تلك التجمعات. فعلا عدت الخطط وسلمت لنا الخطط وتم يعني تنفيذ يعني تلك الخطط، لكن نحن نعيش في ظروف صعبة. لكن سيادة اللواء، أنت تحدثت قبل أسبوع عن أنك حثيت الجنود إلى عدم التواجد في أماكن كهذه وأن هناك آلية لتسليم المرتبات بغير هذه الآلية، لكن تكرر اليوم بنفس الأداة وبنفس يعني نفس طريقة التنفيذ. صحيح نحن يعني تكلمنا ما هو متاح يعني لنا استخدمناه. طبعا الاشكال انه في الوعي لدى الافراد الجدد يعني وعي محدود، يعني جالس له سنتين وهو ينتظر هذا المرتب، ياتي الى المكان يدخل بالقوه من الصباح اليوم الباكر في هذا المكان، اخذ يعني 1000 يعني من المستجدين وتم تامينهم بالداخل، أجاء الآخرين يريدوا يدخلوا بالقوة، حاولنا إطلاق النار فوق رؤوسهم عشان نخوفهم يهربوا يعني يتفرغوا، ما في إمكانية. الناس بها جوع ويريد يعني لازم يروح إلا بالمعاش ولا المعاش. وهذه هي النتيجة طبعا استغلها العدو، لأنه يعني يريد أن يمنع قيام هذه المؤسسات يعني التي يعني اغتصبها يعني من السابق. نعم. واستغل هذا الظرف الإنسان الموجود عند الناس لينفذ هذه الأعمال العدائية. نعم سيادة اللواء، أيضا البعض بعض المراقبين يتحدثون عن تضارب في أداء الأجهزة الأمنية في مدينة عدن وأن هذا هو السبب المباشر وراء تكرار مثل هذه العمليات بهذا الشكل. أنا أقول يعني أنه السبب المباشر وراء هذا الخلل هو عدم وجود إمكانيات، أقولها أنا صراحة عدم وجود إمكانيات تتاح للأجهزة الأمنية أن تؤدي دورها. الان نحن هو الامكانيه الوحيده الان بتصرف لنا مرتب بعد سنتين، مرتب واحد. نعم. يعني ولهذا كيف نريد ان نعمل يعني بدون امكانيات متاحه؟ نعم ولكن يعني أيعقل أن لا يعني تتم القدرة على السيطرة على الوضع الأمني في عدن في ظل إشراف التحالف العربي وأيضا وجود قوات خارجية تساهم في يعني المفترض أن يكون لها دور في حفظ الأمن في هذه المدينة؟ يعني وجود الحكومة الآن يعني يتطلب فعلا كما قلت يعني أن تلعب دور كبير جدا في التنسيق مع يعني قوات التحالف وأيضا القوى المحلية وكيفية يعني العمل بشكل مشترك. نحن نعمل كثير جدا أنه يعني الآن في حلول مطروحة لكل المشكلات، لكن سيظل هذا العمل البشع عملية يعني الانتحار، يعني من الصعب علينا أن نمنع إنسان يريد أن يموت. نحن ممكن أن نقلل يعني من الخسائر، هذا صحيح. القوى الأخرى يعني بتشتغل على هذا الجانب. نعم لكن يعني كاملة في المناطق المحررة. نعم سيادة اللواء، تبدو هذه العمليات يعني وكأنها مرتبطة بخلايا تابعة للمخلوع تستهدف عرقلة عمل السلطة الشرعية في عدن، في حين يظهر ما يعني يظهر ما يسمى تنظيم الدولة متبنيا لهذه العمليات. كيف تنظرون أنتم في وزارة الداخلية للأمر؟ أقول لك يعني تنظيم الدولة يا حبيبي هو تنظيم الدولة هو يقاتل في الموصل ويقاتل في الرقة، يقاتل من أجل بناء يعني دولة إسلامية في الشام. نحن ليس جزء من الشام ولا علاقة لنا بالموضوع. يعني هذه يعني أعمال يعني تمول يعني من يعني الانقلابيين وعلى رأسهم يعني المخلوع
في سبيل يعني اضعاف يعني الجهود التي تقوم بها الشرعيه في المناطق المحرره، للتقليل من الضغط الموجود عليه في جهات القتال. نعم، إذا أشكرك جزيلا نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشح، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. مشاهدينا، سينضم إلينا الآن أيضا من عدن الصحفي فؤاد مسعد. مرحبا بك سيد فؤاد. مرحبا، أهلا بك. يعني سيد فؤاد، كان الرئيس هادي قد استدعى قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في عدن، هل من تفاصيل حول هذا الأمر؟ استدعى الرئيس هادي للمسؤولية الأمن في العاصمة المؤقتة عدن، جاء بعد العملية، وكان يعني من المسؤولين في الحكومة بشكل عام الاهتمام بضحايا الحادثة والحادثة السابقة، حادثتي الصولبان. نعم. بالإضافة إلى أنه يعني حمل مسؤولي الأمن في كافة المستويات مسؤولية ما يجري، ويعني وضعهم يعني بحقيقة التحدي الأمني الذي يضرب الأمن والاستقرار، وربما تكون هناك يعني بعض الإجراءات التي لا يعلن عنها في العادة، لكن إجمالا الرئيس حملهم المسؤولية، يعني وضعهم في مسؤولية ما يجري و أكثر من جهة أمنية يعني قاسم مسؤولية الأمن في عدن، وهناك يعني أكثر من طرف سواء المرتبطة بالمقاومة أو المرتبطة بوزارة الداخلية أو يعني فصائل تتبع المعسكرات المختلفة، يعني صارت هي كلها في موضع المسؤولية وفي مواجهة التحدي الأمني. نعم سيد فؤاد، يعني هذه العملية يعني تحدث بعد أيام من عملية سابقة، إلى ماذا يشير ذلك؟ يشير إلى يعني عدم وجود أداة أو إدارة أمنية واحدة وفاعلة وعلى مستوى من الكفاءة يعني تدير الملف الأمني في المدينة، وتشير أيضا إلى أن يعني الجماعات الإرهابية وهي تحديدا داعش التي باتت هي يعني المتصدر الأبرز لهذه الأعمال، يعني باتت على يعني تتحرك بكل ثقة، تصيب أهدافها يعني بكل يعني إجرام وحشية وتصل إلى مبتغاها. في العملية السابقة يعني قبل أيام وصل عدد الضحايا القتلى إلى الشهداء إلى 50 بالإضافة إلى 10 الجرحى. الحادثة اليوم يعني الضحايا لا يقل عن العدد السابق، وبالتالي يعني داعش وعناصرها يتحركون بكل ثقة، يتحركون بكل وهذا يثبت انه لا يوجد يعني طرف اخر في يعني الأجهزة الأمنية يتبنى ويواجه هذه. نعم سيد فؤاد، انت هنا تؤكد سيد فؤاد مخططاتها. سيد فؤاد، أنت هنا تؤكد أن العملية من يقف وراه هو تنظيم داعش، بينما نائب وزير الداخلية يقول أن التنظيم لا وجود له في هذه المدينة، وإنما هي عناصر تتبع الإنقلابيين ويقوم بإدارتها لإثارة الفوضى في مناطق الشرعية. بالنظر يعني إلى يعني توافق الأهداف بين هذه الجماعات سواء كانت داعش أو غيرها، توافق أهدافها مع أهداف ميليشيات الانقلاب سواء الحوثي أو المخلوع، نجد أن الهدف واحد هو ضرب الأمن والاستقرار في المناطق المحررة وفي مقدمتها العاصمة عدن، لكن هذا لا يعني وجود أفكار وجماعات متطرفة تتبنى فكر داعش أو القاعدة. داعش يعني عدد أو ربما عشرات العمليات الانتحارية منذ تحرير المدينة حتى حادثة اليوم أثبتت أنها موجودة وأنها تتحرك. نعم. بغض النظر هل يعني لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بمن يعني يديرهم الحوثيين، لكنها تبقى موجودة، يوجد يعني عناصر مرتبطة بهذا. نعم.
نعم ابقى معي سيد فؤاد. وضحت الصورة سيد فؤاد مسعد، ابقى معي سأشرك معنا بالحديث رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام الدكتور عيدروس النقيب، سينضم إلينا من المملكة المتحدة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا، يا مرحبا. أهلا دكتور. عملية إرهابية ثانية خلال أسبوع وفي نفس المكان، ما الذي يحدث في عدن وإلى ماذا يشير هذا الأمر برأيك؟ تحياتي لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين الكرام. أهلا بك. الحقيقة أولا لابد من التوجه بالتعازي الحارة لأهالي الشهداء والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل. الحقيقة يعني حادث اليوم وهو يأتي ضمن سلسلة من الحوادث السابقة التي جرت سواء في هذا الموقع أو في أماكن أخرى داخل مدينة عدن أو في المواقع بشكل عام في المحافظات التي تقال التي يقال عنها محافظات محررة. الحقيقة يؤشر أن الحرب والصراع ما يزال مستمر، الحرب مع الإرهاب مستمر، أن الجماعات الإرهابية بكل أطيافها سواء حوثية كانت داعشية عفاشية هي مستمرة في صراعها مع الحكومة الشرعية ومع السلطة المحلية في المناطق المحررة. نعم. لكن دكتور لكن نعم. لكن لكن في الحقيقة نعم. المؤسف ان القائمين على الشأن الأمني لا يتعلمون من الأخطاء. أنا تناولت الحادثة قبل حديثي معكم في المرة الماضية وكتبت موضوع وكتب كثير من المفكرين يعني، ولا أظن أنه أنا الوحيد اللي تناول هذا الموضوع. نعم. يعني لم نتعلم نحن من تجنب الحوادث المتماثلة المتشابهة التي تتكرر أمام أعيننا ونحشد الناس إلى أماكن معينة مرة أخرى بعد الحادثة مباشرة. خلاص الآن تعلمنا أن هذه الجماعات بغض النظر إن كانت مرسلة من صنعاء أو آتية من الموصل أو جاية من أي مكان في العالم، هي تستهدف التجمعات العشوائية العفوية. نعم. التجمعات التي ينتمون إلى الجيش أو الأمن أو الذاهبين للانتماء، لأن هؤلاء هم أعدائهم القادمين، وعموما هم لا يميزون بين مدني أو عسكري. هذه الجماعات الإرهابية هدفها إقلاق الأمن وإقلاق الاستقرار. نعم. الحاق أكبر أذى بالمواطنين، وبالتالي يعني يفترض على الأجهزة الأمنية أن تعمل بخطة استباقية وليس خطة لاحقة، أن تستبق الأحداث وتعمل خطة وقائية تجنب الناس الوقوع في هذا. للأسف يبدو لي هذا القضية لم يتم التفكير بها والعمل على أساس خطة استباقية، ضرب أوكار الإرهاب. نعم. القضاء على الجماعات الإرهابية، التقاطها، محاسبتها، تقديمها للقضاء، إعلان خططها، كشف مخططاتها للناس ليشعروا الناس بأن دولة. نعم. يعني بمعنى آخر ما تزال هذه الجماعات متفوقة على الجهاز الأمني بكل أسف. نعم. لكن دكتور أيضا لو لاحظنا التقارب بين العمليتين الأخيرتين التي ضربت معسكر الصولبان وراح ضحيتها العدد الكبير من الجنود، يعني هناك تصاعد كبير في العمليات لضرب عدن مع تصاعد وتيرة الأداء الحكومي الهادف إلى استعادة الحياة في هذه المدينة. هل يشير ذلك إلى أن من يقف خلف هذه العمليات وهو كما يقرر البعض تحالف الانقلابيين في صنعاء؟ أنا شخصيا عندي يقين شبه مطلق بأن الجماعات الإرهابية تشتغل بأجندة واحدة وتوزع المهمات فقط ما بينها، لأننا متيقنين ومتأكدين أن بالنسبة لداعش في اليمن أو القاعدة أو جماعة الأنصار الشريعة أو أي تسمية مسمى، هي كلها أجنحة من أجنحة علي عبد الله صالح، مثل ما الحوثيين ظلوا جناح غير معلن من أجنحة علي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح يدير الجماعات والعصابات والجماعات الإرهابية، يديرها ويحركها عندما يريد. كونها تدعي بالانتماء إلى داعش أو الدولة الإسلامية أو أنها تدعي مقاومة نهج معين أو حاجة، هذه عبارة عن غطاء إعلامي. أما الحقيقة أن كل هذه الأطراف تعمل أجندة واحدة وهي توزيع الإرهاب، إعاقة الاستقرار. نعم. استهداف أكبر عدد من المدنيين أو من العسكريين، يعني إزهاق مزيد من الأرواح لإثبات أن السلطة الشرعية سلطة فاشلة. ولكي لا تكون هذه السلطة فاشلة ولكي تدحض هذه المحاولات على السلطة الشرعية أن تضاعف من عملها وأن تبتكر أساليب جديدة تتفوق بها على الجماعات الإرهابية،
وتحافظها على أرواح الناس. يعني صارت الإقامة في عدن مغلقة مخيفة، يعني كل واحد مننا من له أقارب أو أهل أو ناس أو حتى ما لوش، يعني الشعب هو شعبنا والأهل هم أهلنا كلهم. نعم. يعني يصبح من الصباح يتنبأ من معارفه من أهله فقد حياته. يعني يجب على السلطة أن تتحمل مسؤوليتها وأن ترتقي بعملها إلى مستوى أعلى. وأنا طالبت بأنه خاصة هذول اللي مطلوب ترقيمهم أو المطلوب صرف لهم مرتباتهم، يعني الناس قد اخترعت الحساب الرقمي والحساب البنكي والبطاقة الإلكترونية، خلي الناس يروح يستلم راتبه من أي بنك من أي بريد من أي حسابة آلية. ليش تحشد الناس وانت عارف ان الوضع خطير وانت ما تقدر تحميهم؟ او تنزل اللجان الى الناس الى قراهم الى بيوتهم الى معسكراتهم الى حيث يعملون ويحصروهم داخل المعسكر، يسمحون للناس بالدخول يعني ويوضعوا احتياطات امنية حتى لا يذهب الناس. بالفعل دكتور، هم ايضا كانوا قد صرحوا سابقا انهم سيعملوا على ايجاد آلية بديلة لصرف المرتبات، لكن لا ندري ما يحدث. اذا دكتور ابقى معي، دعني انتقل بالسؤال لضيفي الاخر فؤاد مسعد الصحفي من عدن. سيد فؤاد، على الرغم من ان المكان كان مسرحا لعملية إرهابية قبل ايام، الا ان الاجراءات الامنية كانت كما يبدو غير كافية لمنع تكرار العملية، كيف يمكن فهم هذا الامر؟ للأسف يعني لم يتم يعني إجراء أو القيام بأي ترتيب أمني، سواء أن بعض مسؤولي المعسكر أعلنوا لهؤلاء الجنود أو المجندين أنه عليهم أن لا يتجمعوا، عليهم أن يتفرقوا. هذا يثبت أنه لا توجد أي إجراءات ولا أي عملية تأمين، وهذا ما قاله يعني مسؤول القوات قوات الأمن الخاصة ومصادر في وزارة الداخلية، بمعنى أن الإجراء الذي اتخذوه أنهم أبلغوا الجنود أن لا يتجمعوا، بمعنى أنه لا يزال المتوقع ولا يزال الخطر قائم، ويعني لا توجد هناك أي إجراءات تواجههم. وأنا أطلع على كلام الدكتور عيدروس في أنه يعني لم توجد يعني إجراءات عملية حاسمة وحازمة في هذه المسألة، يعني عملية تسهل حصول هؤلاء الجنود على مرتباتهم دون أن يكون هناك تجمعات ثم تستهدف لأنها غير مؤمنة ولا توجد إجراءات كافية لتأمينها، ثم تتكرر المأساة في نفس المكان وفي زمن متقارب يعني في غضون أقل من أسبوع. نعم سيد فؤاد، يعني البعض يتحدث عن ضعف وقصور في دور التحالف في المجال الأمني، يعني هناك مئات من القوات العربية في عدن ومع ذلك لم نرى لها أي دور فيما يتعلق بالأمن في العاصمة المؤقتة خلال أكثر من عام، ما الذي تفعله هذه القوات إذن؟ لا، قوات التحالف ليست موجودة لا في عدن ولا في غيرها لحماية الأمن، معروف أنها يعني تدخل ودعم هناك دعم لأجهزة الأمن، هناك يعني آليات وعربات في بعض الحالات، لكنه لا يمكن أن يتكفل تتكفل التحالف أن تظل بالكوارث التي يعني غير صحيح. الموجودين على والقائمين على أجهزة الأمن هم مسؤولين في الحكومة اليمنية سواء في السلطة المحلية بمحافظة عدن أو وزارة الداخلية والجهات والمرافق الأمنية المعنية بهذا الأمر. نعم. نقدم يعني أكثر مرة دعم شمح إعداد وآليات ودعم أيضا حتى في مسألة المرتبات والحوافز، لكن القصور ربما يكون أكثر إذا أردنا يعني الدقة في أداء الأجهزة. نعم سيد فؤاد، يبدو أننا نواجه مشكلة في سماع صوتك لكن وضحت الصورة، أشكرك جزيلا الصحفي فؤاد مسعد من عدن. نعود بسؤال لضيف الآخر الدكتور عيدروس النقيب. دكتور، هل بالفعل يبدو تنظيم الدولة بهذه القوة والوجود في عدن؟ شوف يعني
هي قوة هذا التنظيم أو هذه الجماعات هي قوتها بضعف الطرف الآخر، وعلينا أن نعترف بأنه صحيح الأجهزة الأمنية هي حديثة النشأة، خاصة جهازي الشرطة والبحث الجنائي وهناك، لكن المشكلة الظاهرة أن لاحظ معي أن لدينا تعدد أجهزة أمنية، كثرة في الأجهزة وقلة في الأداء. يعني لدينا الشرطة، ولدينا الأمن القوات الخاصة، ولدينا الحزام الأمني، ولدينا الأمن السياسي، ولدينا الأمن القومي، كل هذه الأجهزة لا تستطيع أن تلاحق مجرم يجهز نفسه لعمل جريمة. أعود مرة أخرى وقد قلت يعني الناس محتاجين إلى خطة استباقية، خطة وقائية وليست خطة ردت فعل. لكن دكتور الأجهزة هذه كل الأجهزة التي ذكرتها لم تستطع حتى الآن تحقيق الأمن منذ أكثر من عام، أين الخلل بالضبط؟ للأسف الشديد يبدو لي أننا ما زلنا ننهل من مدرسة علي عبد الله صالح، وهي قضية الإكثار باللجان والإكثار بالبيروقراطية والإكثار بالإدارة وغياب الأداء الميداني الفعلي. يعني لاحظ معي أنه حتى حكاية لجان توزيع الرواتب، ما الحاجة لحكاية توزيع الرواتب؟ يعني أنا من أبناء محافظة أبيان، كان في أبيان 4 محاسبين 4 فقط صرافين ينزلوا للمديريات ويوزعوا الرواتب، الصراف ومعه سائق، ما محتاج إلى لجان. لكن الفساد نحن محتاجين إلى لجنة من 5 وكل واحد يشتري له راتب ويستقطعوا على الموظفين ويعبثوا بالمال العام ويعبثوا بالمال الخاص كمان. أقصد أنه لا توجد قيادة موحدة، نحن محتاجين إلى جهاز أمني قوي بقيادة موحدة بغرفة عمليات واحدة يديرها ويكون بتنسيق بين الأجهزة المختلفة. أنا أعرف التخصصات، أن يكون هناك تخصصات أوكي، لكن التخصص هذا لا يعني القطيع المطلقة بين الأجهزة تنسق مع بعضها. أنت تلاحظ أنه أحيانا تنشب معارك ونزاعات بين كتائب فلان وكتائب فلان أو بين الحزام الأمني. ثانيا بصراحة أنا أقول أنه لابد من تثبيت موضوع البطاقة الشخصية، كل المقيمين والقادمين والوافدين إلى عدن يجب أن يكون معه بطاقته الشخصية وتعريفه من هو ومن أين جاء وليش جاء، سواء جاء من أبين أو جاء من شبوة أو جاء من تعز أو جاء من إب. هؤلاء يعني الوافدين الذين يأتون من مناطق حضور القوات الانقلابية لا يأتون إلا مرسلين لمهمات، وقد ثبت أثناء الحرب أن معظم عمال المقاهي والباعة المتجولين تحولوا إلى قناصة ومقاتلين. يعني ما حد يزايد على كوسموبوليتيكية عدن، عدن مدينة عالمية، لكن مش معنى مدينة عالمية كل اللصوص والقتلة والمجرمين والمنحرفين يأون إلى عدن من أي الأمن يلحقوا الأذى بأهلها. تثبيت الأمن يتطلب مجموعة من المتطلبات الوقائية الراقية التي ما تلحق بالناس الأذى لكن تحمي أرواح الناس أيضا. نعم، إذا أشكرك دكتور عيدروس النقيب، كنت معنا عبر الهاتف من المملكة المتحدة. بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة مشاهدينا الكرام. أشكر ضيوفي، كان معي نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، وأيضا الصحفي فؤاد مسعد كان معي عبر الهاتف من عدن، والشكر أيضا للدكتور عيدروس النقيب رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام. ختاما مشاهدينا، تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل كمال حيدر، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، أترككم في رعاية الله.